Surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat taraba inna jahannama kanat mirsada liyattaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yada
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. سُورَةُ النَّازِعَاتِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة حاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surah 'Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنص
al-jawaril kunnas, wal-layli idha as'as, was-subahi idha tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi maqin, muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa ayna tadhhabun, in huwa illa dhikrun lil 'alamin, liman syaa minkum an yastaqim. Wa ma tasyauna illa an yasyaa Allahu rabbul 'alamin. Surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'un fatarat, wa idzal kawaakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, wa idzal quburu bu'thirat. 'Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bittin, wa inna 'alaykum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin, wa ma hum 'anha bighaibin, wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yawma idzil lillah. Surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim, yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, wailun yawma idzil lil mukadzibin, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kallabal
ran ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misq wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal mukarrabun innalladhina ajramu kanu minalladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidin fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yandurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Surah Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ سُورَةُ الْبُرُوجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
Kalla bal la tukrimuna al yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al mala hubban jamma. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jii'a yawma idhim mi jahannam yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain walisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة الشم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa allahu bi ahkamil hakimin. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla
alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارعة.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thakulat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. سورة القريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidun ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.